حابين نرحب معنا بصانع العمل هو اللي كتب الكلمات والألحان وكمان وزع الأغنية الحلوة داود إبراهيم. مرحبا داود. أهلا شادي. ها حبيبي مبروك. الله يبارك فيك ويسعدك. تحياتي لك ولكل المستمعين. بعد شوي كمان رح نستقبل معنا على الخط مجموعة من الأصوات الحلوة اللي بتشارك. 15 صوت. ها صحيح. عدد كبير وأصوات جديدة في قسم كمان من أصوات سبق وتعرفنا عليها بالأغنية السابقة يا ويلي من الحب. في ولي من الحب. حكينا عن الاختيارات. أول شيء الأغنية الثانية كانت مبادرة جديدة يلي حبينا فيها نبني عمل فن جديد كمان جماعي اللي يجمع عائلة فنية جديدة اللي من خلال هالعمل هذا كمان نقدر يعني نوصل الناس شريحة جديدة من الأصوات الحلوة الموجودة ببلادنا. إذا بنحكي على المضمون يعني مضمون الأغنية إيش؟ أغنية حب ولا الهدف كان أكبر إنه تقدم كمان مجموعة ولا جمعت بين الهدفين؟ الهدفين مع بعض بالضبط. الهدفين مع بعض. أول إشي إنه إحنا نقدم أغنية حب، أغنية اللي فيها طاقات حلوة زي ما عم بتقول الناس، طاقات حلوة. هاي هي الكلمة الصح يعني أكثر. وبالإضافة لهيك كمان يكون في عنا مجموعة أصوات اللي يعني الناس تعرف عنها تسمع عنها، نعطيها يعني كمان المجال إنها الأصوات هاي تأخذ حقها ومساحتها اللي بتستاهلها. لاحظنا إنه استعنت بأصوات كانت وفي أصوات كمان حلوة سمعناها ما كانت بين هالمجموعة، منهن مثلا رنا عوض اللي كانت بالأغنيتين. مزبوط؟ صحيح مزبوط. استقبلها مع بعض. مرحبا رنا. هلا هلا. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيفك انت؟ تمام. شو ردود الفعل؟ احنا ما سألنا بعد داود شو ردود الفعل على الأغنية اللي عم تخديها. صراحة كان تفاعل كتير كتير كبير ومش متوقع هيك بأول كم يوم. لقينا فيوز كتير عالي كانت للأغنية، حققت عن جد نجاح كتير حلو كتير. وانت شو بقولوا لك مثلا لما يشوفوا الكليب والأغنية؟ صاروا يرددوا الكلمات زي الأغنية الأولى؟ كتير بشكل كبير صراحة. نستقبل كمان علاء يحيى من الأصوات الحلوة اللي سبق كمان وكان معنا بأغنيتين خاصات فيه. علاء مرحبا. علاء أهلا يسعد أوقاتكم. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. تقدر تسلم عليهم طبعا رنا وداود. يسعد أوقاتك داود ورنا. أهلا حبيبي علاء. رنا أهلا فيك. أنتوا التقيتوا بعد التسجيل والتصوير؟ لا لسه بعد التصوير ما التقينا، ما صار عشان الأوضاع. بس إن شاء الله عن قريب رح نلتقي يعني. طب علاء احكي لي أنت عن مشاركتك، زي ما سبق حكيت عندك أغنيتين برصيدك، ليش شاركت مع مجموعة؟ أول إشي أنا كبداية مجبور أرحب في داود إبراهيم الإنسان قبل الفنان، لأنه إنسان جدا 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 يعني داعم لكل شخص اللي هو بحاجة لدعم وما بيقصر ولا مع أي حدا. حقيقة هو موهوب جدا 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 ومبدع يعني مش بحاجة لاعتراف. يا الله يعني حبيبي تسلم. حلو حلو. طب علاء أنت سبق وبأغانيك اشتركت وتعاونت مع فنانين كمان موهوبين، يعني كيف صار التواصل بيناتك؟ هو عرض عليك تعال شارك في عندي هالمجموعة إياك تكون معهن ولا كيف؟ أنا كنت عنده بالاستوديو على أساس أسجل شغلي وحكي لي إنه في أغنية هيك 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 وعرض علي إنه يعني أشارك فيها وأنا كل سرور شاركت يعني كرفني طبعا أشارك في الأعمال. حلو. رنا إحنا سبق وسمعناكي كمان بالتسجيلات لأغاني لفنانين معروفين، عم تفكري بأغنية خاصة لإليك بأغاني لإليك؟ صراحة فكرت بهيك إشي وحكيت مع داود. أنا كتير حاب يعني يكون الإشي داود اللي هو مسؤول عنه هو يعمله يعني هو يوزعه. حلو. طب داود احكينا عن اختيار الأصوات. أنا سألتك في البداية بس ما كان في مجال نحكي بتوسع. اخترت رنا، اخترت علاء، اخترت مجموعة أيوة كبيرة من الأصوات الحلوة. قبل ما أحكي على اختيار الأصوات وليش هالأصوات بالتحديد، أنا لازم أشكر كمان علاء ورنا. وجودكم وجود ال 13 الباقيين في ليل ليل هو شرف كتير كبير لإلي أنا، لأنه أنا بآمن شادي إنه مزبوط يمكن أنا بنيت العمل كتبته لحنته ووزعته وتعبت فيه كتير، بس كون أكيد إنه يعني بدون وجود هالأصوات الحلوة معنا وبدون وجود هالناس المتألقة والناس الإنساني قبل كل إشي معنا كان مستحيل يكون فيه نجاح. يعني النجاح بلش بإنه إحنا عائلة واحدة عم نبادر كلنا في عمل مع بعض للنجاح. حلو. طب رنا كيف حسيتي نجاح الأغنية الجديدة أكبر من نجاح يا ويلي من الحب ولا بعد بكير واحد يحكم؟ بالنسبة للفترة بعد يعني منقدرش تقارن بين التنتين، كمان بحس مرات أنه فيش مقارن لأنه كل واحدة كانت لوني معين، كل واحدة إشي والناس كتير حبت كمان التانية. في ناس اللي بتقول ممكن تكون أنه بتشبه الأولى بس برضو إلها هيك لمسة خاصة كمان. طب علاء أنت بتشوف هالتعاون مع داود بهالأغنية ممكن يعني يفيدك فنيا؟ أنه شو دورت من خلال هالتعاون أنه تغني أغنية حلوة أنه تنشر أكتر، خاصة أنه شفت في كانت أغنية ناجحة عملوها قبل؟ كل إضافة لمسيرتي الفنية هي إضافة حلوة دون أي صلة يعني
شو هي او كيف يعني. وطبعا لما بيكون اسم داود برضه يعني مختوم في مسيرتي الفنيه هذا الشيء اللي كثير راح يشرفني يعني. طيب رنا عوض وعلاء يحيى نشكركم على المشاركه الحلوه وبالنجاح، بدنا نسمع منكم اغاني خاصه عشان نعود ونحكي معكم كمان على مشاريعكم الخاصه. الله يسعدك يسلم. شكرا لكم. اختيار الاصوات حسب رايي هو مهم جدا انه يكون بشكل مهني موضوعي وبالمحل الصح، يعني كل مقطع معين في قلب كل اغنيه من تنتين هو محله صوت معين خامة معينة. يعني ما بنفعش نيجي نقول لأنه داود صوته حلو يعني لأنه أنا وداود أصحاب بدي داود يكون بهذا المحل. في اختيار لخامات معينة اللي في بالانس معين في قلب الأغنية اللي لازم يكون على يعني على وتيرة معينة اللي تشد الناس أكتر للأغنية. يسعى أيوة. النجاح يا ولي من الحب. أكيد طبعا. كيف لمست أنت النجاح هذا؟ يعني غير الأرقام يعني باليوتيوب، الأرقام باليوتيوب أقل شوي بتعني لي رغم أنها جدا مهمة طبعا لأنه أرقام اليوتيوب تعكس احتياج الناس للعمل الفني اللي أنت أنتجته. بس بشي محل تاني حسب رأيي أنا أنه نجاح الأغنية كان أنه إحنا كنا نطلع على الشوارع الكل، يعني بفكر انك انت كمان يعني متابع مواقع التواصل الاجتماعي. انا بعثت لك فيديو قبل اسبوع وبعثت لي فيديو من رام الله. مزبوط صح. قلت لك اسمع كيف حاطين الاغنيه حلو. صحيح فحتى امبارح يعني كمان نفس الحاله اللي صارت معك قبل اسبوع تكررت كمان مره امبارح، شاب برام الله بمطعم بعث لي اغنيه نفس الشيء. الاغنيه موجوده في كل محل في الشوارع في المحلات في الحوانيت. والاكثر شادي عجبني في الموضوع انه الاغنيه عم بسمعوها الصغار والكبار وهذا إشي جدا مهم. يعني احنا اليوم عم نحكي على اغنيه اللي الشريحه تبعتها شريحه الجيل تبعتها هي جدا كبيره وهذا إشي كثير مهم. فيا ولي من الحب ما فيش حاجه يعني اثنين يحكوا فيها انه حققت نجاح بالبلاد، يعني حضروها بالبلاد 1,300,000 إنسان عربي مختلف والباقي 3 مليون الباقي بالعالم العربي مليون آسف 1,400,000 وباقي الناس هن من طبعا من دول مختلفة من العالم طبعا. بس إذا إحنا بدنا نيجي نحسب نسبة 1,400,000 من إحنا المواطنين العرب في البلاد هي نسبة جدا عالية طبعا. رقم كبير حلو. ما فيش حدا ما سمع الأغنية الظاهر على ما يبدو على ما يبدو يعني. طب لما قدمت داود الأغنية الجديدة ليلي ليل ما خفت من التكرار؟ لا خاصة انه في جمل كمان انت تستعين فيها اطلاقا. انا اصلا قصدت الجمل اللي انا استعنت فيها من يا ولي من الحب اللي هن مقطعين انا قصدتهم في قلب الأغنية لانه اول شيء انا فكرت انه لازم اذكر الناس انه ديروا بالكم ما تنسوش يا ولي من الحب يعني. ما خفت انه يقولوا انه هذا مؤشر لضعف فني ممكن؟ بعتقد شادي انه استعمال مقطعين صغار من يا ولي من الحب في ليلي ليل اول شغله هو مو ما باثر اول شيء، ثاني شيء الفكره واضحه انه هي مش نقص في الكلام والابداع بالضبط، هي محل اللي كان جدا مقصود وجدا واضح. انا ما جيتش استعملته بطريقه غير مباشره، استعملته بطريقه جدا مباشره. سمعنا انه في أيوة. كمان اغنيه جديده على الطريق تجمع كمان اصوات اغنيتين جداد. طب احكي لنا تفاصيل عنهم شوي، مين بده يشارك فيهم؟ اي مرحله صاروا بخصوص اكيد احنا بما انه الاوضاع الموجوده اسا جدا صعبه فتره الكورونا وانت شايف كيف يوم اغلاق ويوم لا، فبعدنا مش عارفين حالنا وين في تفاصيل المستقبل القريب تبعنا. فضلت انه اشتغل بشكل متوازن على المتوازي على العملين مع بعض وانه نبلش في انتاج العملين مع بعض. حلو. الاغنية الثالثة والرابعة هن اشي جدا مختلفين مش عن بنفس الروح يعني ما بيذكروا بالاغنيتين اللي صدروا يا واللي من الحب يعني واللي يعني ممكن يذكروا بشي محل في الاغاني كونهم اغاني جماعيات حسب رأيي، اما من ناحية تركيبة لحن نقول وتفاصيل وسرعات اغاني بفكر انه هن مش اشي اللي راح يذكرنا بيا واللي من الحب واللي ليل. بدنا نحكي كمان عن باقي الاغاني شو بينتظرنا، انت كان لك انتاجات ناجحه كتير على مدار هالسنه، شو بينتظرنا كمان بال2021 اغاني جديده مع مين بال2020 و2021؟ احنا موجودين في محل اللي في عنا قصه فيه انتاج ل24 سنجل اغنيه سنجل جديده ل24 شاب وصبيه من البلاد، وهذا كان اكبر اثبات انه احنا في عنا قدرات شبابيه كتير رائعه هون في البلاد. سبق قلت لك في مقابلات سابقه انا بامن كتير القدرات الموجودة عندنا. في عنا أسامة جمعة أغنية لسه عم تطلع يعني عم تنتج قريب. في عنا لشاب من عكا صوته كتير حلو اسمه محمد جلام أغنية رح تنزل لسه أقرب إشي. طيب. بس الإشي الأكيد واللي أنا بقدر أوعد فيه إنه في 24 أغنية اللي إحنا صرنا مباشرين فيهن في كل أمورهن. يعني قدمت لنا أغاني كتير هالسنة، أحلى أغنية بالنسبة لك من اللي قدمتن داود أنت؟ يعني في حدا بقول عن زيت وكير؟ فكرت لك تقول لي يعني واضح أي أغنية أكتر أغنية
طلع هات احكي لك شغله طلع يا ولي من الحب بدون شك ان هي اغنيه بتعطي شيء طاقه حلوه يعني فهذا هيك بخلي الانسان يعني اكيد يحس براحه بس ليلي ليل بتعطينيش طاقه اقل من يا ولي من الحب تمام الشغله الثانيه اللي بقول لك اياها لسؤال سالته لرنا بخصوص النجاح على الاقل في الريت تبع الاغنيه الموجود اسه احنا موجودين تقريبا بنفس مرحله النجاح يعني اذا في تفاوت هو جدا بسيط وصراحه بعرفش التفاوت لا يعني لصالح او لوزن اي اغنيه اكثر نعم. بس احنا موجودين بنفس الريت تقريبا بدنا نقول لك كل احترام عشان دائما بتقدم لنا اغاني حلوه واصوات حلوه كمان تسلم حبيبي شادي وان شاء الله دائما نقدم اعمال فنيه اللي هي بس ناجحه يعني واستنونا كمان في العمل الثالث والرابع وبال24 أغنية جديدة تمام شكرا إلى اللقاء داود إبراهيم إلى اللقاء شكرا كثير